بلطو شفاف مفتوح وباروكة قصيرة، إطلالة غريبة لغادة عبد الرازق في أسبوع الموضة بباريس. اتصدرت الفنانة غادة عبد الرازق الترند على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت بعد إطلالتها في أسبوع الموضة في باريس. فاجئت غادة الجمهور والمتابعين بإطلالات غريبة وعكس المألوف. ظهرت في أسبوع الموضة بإطلالات مختلفة تماماً وستايل مختلف عن الجمهور متعود عليه. ففي الإطلالة الأولى ظهرت ببدلة عليها رسم التنين عبارة عن بلطو أسود طويل شفاف من جوه وكاشف عن جزء من جسمها، لابسة عليها نظارة سوداء وباروكة قصيرة عكس إطلالات غادة المعتادة. ورغم أن الإطلالة دي كانت لفتة نظر لجرأتها ولأنها ستايل غريب عليها، لكنها عرضتها للانتقادات والهجوم من الجمهور والمتابعين، وشافوا أن الإطلالة جريئة وكشفة عن جزء من جسمها وأنها مش مناسبة لسنها. ودي ما كانتش الإطلالة الوحيدة اللي أثارت الجدل عن غادة عبد الرازق في أسبوع الموضة بباريس، فكمان طلت ببلطو طويل مزخرف وكشف عن جزء من جسمها، ظهرت بيه وهي بتتصور مع الفنانة نيلي كريم لأنها هي كمان كانت حاضرة. اتعرضت بسبب الانتقادات العنيفة وتعليقات من الجمهور اللي قالوا غادة عبد الرازق نسيت تلبس بقيت لبسها، الإطلالات دي مش حلوة ومش مناسبة لسنك، كنت دايما أشيك من كده، فين التألق والأناقة اللي كانت دايما في غادة عبد الرازق؟ الإطلالة مش حلوة، لبسك فيه تحرر زيادة عن اللزوم ومش مناسب ليكي. واستمرت التعليقات والانتقادات لغادة بسبب إطلالتها الجريئة، لكن تجاهلت كل الانتقادات اللي توجهت لها. غادة سبق وصرحت إنها بتتأثر بتعليقات الجمهور وإن دخولها عالم الفن خد جزء كبير من راحتها النفسية واستقرارها النفسي والأسري وكمان العاطفي، وإن الجمهور دايماً واخد فكرة عنها إنها ست قوية وبتتعامل بندية مع الرجالة وإن شخصيتها بتكون أقوى منهم. ردت غالة وقالت بضحك على تعليقات الناس اللي زي دي وبقول إن ده بتشوفوه في الشاشة بس، أنا من صغري شيك ومتحملة المسؤولية، لكن أنا ست زيكم وعمري في حياتي ما هكون مرتبطة بشخص وأنا مش بحترمه. ما ينفعش، الراجل راجل والست ست. لو أنا والشخص اللي معايا في يوم وصلنا إننا نقف في وش بعض هقوله لازم نقف وإننا لا نصلح، إننا نكون أزواج، لكن عمري ما علي صوتي وعمري ما هزق الراجل. أنا عكس ما الناس فاكريني، دمعتي قريبة وعاطفية جدا وقوتي في إني أقف بعد الهزيمة، لكن مش قوتي في اللؤم والشر. مش عارفة أبقى لئيمة واخد بالي من الكلام، أنا عندي 53 سنة ما عنديش صحاب وفي صديقة ليا خسرتها عشان اتكلمت من ورا ظهري، كنت دعمة لصديقتي طول الوقت وفي النهاية بحمد ربنا على الصحة والشهرة والنجومية، أنا ماليش رزق في الأصدقاء ولا الحياة العاطفية. عشان كده بتحاول غادة دايما تتجاهل التعليقات السلبية بسبب إنها بتأثر بشكل كبير على حالتها النفسية. فيا ترى هترد غادة على انتقادات الجمهور ليها على لبسها في أسبوع الموضة بباريس ولا هتتجاهل التعليقات؟